قد يكون مجيئك إلى كندا كلاجئ بواسطة الكفالة تجربة ستعود بالنفع والفائدة عليك وعلى من يكفلك، ولكن هل تعرف المعلومات الصحيحة حول الكفالة الخاصة؟ صواب أم خطأ؟ أضمن لك أن طلبك المتعلق بالكفالة الخاصة سيتم قبوله 100%. يسعدني أن أكفلك، لكن يجب عليك أن تدفع لي مقدماً. تجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال. اعرف الحقائق عن الكفالة الخاصة للاجئين، بما في ذلك من يدفع مقابل ماذا. إن كفالتك كلاجئ بواسطة الكفالة الخاصة يعني أن مجموعة من الأفراد في كندا تعرض نفسها وتلتزم بأن تكون كفيلك وتساعدك على التكيف مع الحياة أثناء عامك الأول في كندا. أنت لا تدفع للكفيل مقابل كفالتك أو مقابل تقديم طلبك. كفيلك مسؤول عن تقديم الأموال اللازمة لدعمك أثناء عامك الأول في كندا، كما أن كفيلك يوفر لك الدعم النفسي والاجتماعي أثناء ذلك العام أيضاً. يجب أن يكون كفيلك مقيماً في كندا ويعيش فيها. حقيقة، جميع النماذج والاستمارات التي يجب عليك ملؤها أنت وكفيلك متوفرة بالمجان من موقعنا الإلكتروني. يمكن لكفيلك أن يطلب النصح والمشورة المجانية من برنامج التدريب على كفالة اللاجئين الذي لديه عدة مكاتب في كندا. حقيقة، قد تقرر الاستعانة بمستشار أو محام أو كاتب عدل ليكون وكيلك في أمور الهجرة لمساعدتك على ملء النماذج، فهذا اختيارك، لكن لست ملزماً بالاستعانة بأحدهم. إذا استعنت بأحد وكلاء الهجرة، تأكد من زيارة موقع وزارة الهجرة الكندية أولاً، فهذا الموقع يتضمن قائمة بالأشخاص الذين يمكنهم أن ينوبوا عنك قانونياً في طلبك. يحق فقط للوكلاء المعتمدين أن ينوبوا عنك مقابل أتعاب. حقيقة، إذا طلب منك كفيلك أو وكيل الهجرة الذي تتعامل معه مالاً أو قال لك أنه يلزم عليك الدفع مقدماً مقابل كفالتك، حتى ولو وعد برد المال إليك لدى وصولك إلى كندا، لا تدفع له، فكفيلك هو المسؤول عن تقديم ذلك الدعم المالي. ابحث عن العلامات، قد تكون هذه عملية نصب واحتيال. تذكر أن المستشار يمكن أن يتقاضى منك أتعاباً مقابل ملء النماذج، لكنه لا يحق له أن يطلب منك دفع تكاليف ونفقات كفالتك، فكفيلك هو الذي يتحمل هذه التكاليف والنفقات. حقيقة، ليس لدى الحكومة الكندية وكلاء هجرة مفضلون يمكنهم تسريع وتعجيل الطلبات، فكل طلب يتم دراسته بصورة فردية ويتم قبوله أو رفضه بناءً على جدارته واستحقاقه. لا يستطيع أي أحد تسريع وتعجيل دراسة طلبك. حقيقة، لا يستطيع أحد أن يضمن لك الموافقة على طلبك. موظف الهجرة الكندي هو وحده الذي يقرر إذا كنت ستحصل على تأشيرة للقدوم إلى كندا أم لا. يلزم عليك أنت وكفيلك أن تلبوا الشروط اللازمة لكي تتم الموافقة عليك كلاجئ بكفالة خاصة. يجب أن تجتاز المتطلبات والشروط الطبية والأمنية والجنائية قبل الموافقة على طلبك. حين يتم تقديم طلبك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتم مراجعته. تظهر هذه الإعلانات في منشورات في شتى أنحاء العالم وتحاول أن تحتال على اللاجئين. لا تقع ضحية لهذه الأنواع من الإعلانات الاحتيالية. اعرف المعلومات الصحيحة حول الكفالة الخاصة.